اهلا بيكم في قناتي دودي فاشون او دودي موريس. وحشتوني جدا، واتمنى تكون حلقة النهاردة حلوة وبسيطة عن ادوات المكنة. احنا اخدنا حلقة قبل كده عن المسمار او السوستة اللي بركب بيها الدواس بتاع الدواسات المكنة، بيسهل لي التغيير بتاع الدواسات من واحد لواحد لواحد. تمام، يعني لو انا عايزة اشتغل بدواس كشكاشة، بعد كده دواس سوستة، بعد كده، فكل ده بيسهل لي ان انا افك المسمار كل شوية عشان اغير الدواس. المسمار ده احنا قلنا بيبقى سهل وبسيط علينا في التركيب، وكمان شغله كويس خالص معنا. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم عن انواع الدواسات، او على الاقل الدواسات اللي هي هتساعدني في شغلي على المكنة، في الشغل الخياطة او السواريهات او الجلد او الحاجات دي كلها. هبتدي اول حاجة عندنا الدواسة العادية بتاعت المكنة، اللي هي بتيجي مع المكنة اللي هي بتاعت الخياطة العادية. الدواسة دي بيبقى ليها رجلين اتنين، بتبقى عريضة شوية. في منها كمان دواسة احنا ممكن نجيبها اللي هي بتبقى اقل شوية في العرض، دي اللي بتديني مسافات قريبة خالص في الخياطة. من لو انا عايزة اعمل مثلا خطين زي الخياطة بتاعتي الجنزات، فممكن تديني المسافات الصغيرة او المسافات القريبة من بعض. تمام، يبقى دي اول حاجة عندي الدواس العادي بتاع المكنة اهو. تمام، الدواس الثاني او الدواسات التانية اللي هي دواسات السوستة. الدواسات السوستة اللي هي بتبقى برجل واحدة ناحية واحدة، في منها يمين وفي منها شمال، علشان خاطر لو انا هركب السوستة وخاصة السحري، السوستة السحرية بتبقى فيها جزء من الداخل كده جوه السوستة عشان خاطر الخياطة تبقى فيه وما يظهرش الخيط بتاعي، ويبقى القماش مداري. السوستة بتبقى شكلها التشطيب بتاعها نظيف والفينش حلو بتاعها. السوستة دي برجل واحدة بتبقى يا اما يمين يا اما شمال علشان خاطر اركب بيها السوستة. في زيها كمان سوستة مجوز، اللي هي بيبقى ليها جنبين او مجريين عشان خاطر اركب السوستة، ما يبقاش اقلب القماش عشان اركب السوستة الرجل اليمين، واقلب القماش عشان اركب السوستة اركب الجنب الشمال. فانا السوستة دي بتريحني ان انا بركب بيها السوستة في الاتجاه واحد الناحيتين، بيبقى ما تقلبش معايا القماش كل شوية واغير. يبقى ده النوع التاني من الدواسات عندنا، اللي هو دواسة السوستة وخاصة السوستة السحري. طيب في ايه تاني عندنا يا مدام وداد؟ في عندنا دواسات الصرفلة. طب ايه فرق بينها وبين الاوفر؟ الاوفر تشطيب للقماش من الداخل، او انا بعمل الفينش بتاع الخياطة بتاعتي بعمل بيه. ولكن الصرفلة دي ممكن اعمل بيها بدل الاوفر ممكن، وممكن كمان اعمل بيها الطرح الشيفون، الطرح المحجبات. انا ببقى عايزة الطرحة تبقى طرفها متني او مبروم علشان خاطر تبقى شكلها حلوة وشيك، مش هينفع فيها الاوفر. تمام، الفساتين اللي عندنا، فساتين ممكن السواري او فساتين الاطفال، لما بنجيب الشيفون نعمله مثلا الوسط بتاعها، فبنحب ان الديل بتاع الفستان يبقى فيه زي الزجزاج كده، او يدي مطة مع الديل بتاع الفستان، بيدي شكل اظرف وشكل ظريف. طيب الدواسة دي ممكن استعملها احط انا وشغالة بيها، احط جواه الخياطة انا وماشية، احط خيط صيادين او الخيط البلاستيك علشان خاطر تديني تدل المطة دي اكتر وتديني اللي هو الزجزاج اكتر. ممكن نستعملها بكذا طريقة، ما فيش اي مشكلة. طيب ايه الفرق بين ده وبين ده يا مدام وداد؟ بمنتهى البساطة، هنا على جنب الدواس، على الجنب بتاع الدواس مكتوب عرض القماش عندي هيبقى كام، التانية بتاعتي هتبقى كام. يعني انا عندي هنا 2.4 ملي، يعني معنى كده هتديني ربع سنتي التانية او البرمة بتاعت القماش، ان هو بيبرم القماش. تمام، طيب الفرق بين التاني ايه؟ نبص هنا، ده هيديني 1.6، يعني معنى كده هيديني التانية بتاعت القماش اقل حاجة ممكنة عشان تديني شكل اظرف. يبقى الدواسين دول اساسا بتوع الصرفلة والطرح وبتاع الديل بتاع الفساتين الشيفونات والحاجات اللي هي احنا محتاجينها تدينا تانية رفيعة، وممكن نشدها فتدينا نوع من المطة كده بتدي شكل ظريف. يبقى دي دواسات الصرفلة.
كمان في منها في نوع تالت بيديني اعرض من كده شوية. يعني انت حسب الشغل بتاعك بتجيب المقاسات، بتجيب المقاسات بتاعت الدواسة. تمام. طب في ايه تاني عندنا؟ في عندنا دواسات الكشكشة. دواسات الكشكشة انا عندي الدواس ده لو انا حابة الشكل بتاعه اهو، لو انا حابة كشكشة منتظمة، كشكشة منتظمة بستعمل الدواس ده، وهو اكتر حاجة عملي معانا، وخاصة في فساتين الاطفال ببقى محتاجة حاجات كشكشة كتيرة، فالدواس ده بيساعدني جدا. الدواسات دي كلها مش غالية، وكلها بتتراوح من 20 لـ30 لـ40 في الحدود دي، ما فيش حاجة يعني عالية في سعرها. تمام. يبقى دي الدواسة بتاعت كشكشة منتظمة. في دواسة تاني هنا ليها مسمار، ليها مسمار. الدواسة دي تفرق معايا في ان انا كل ما بفتح او اقفل المسمار بيوسع لي او يضيق لي الكشكشة اللي انا عايزاها. ده له استعمال وده له استعمال، ولكن بالاكتر يعني انا شخصيا بحب ده، بيديني كشكشة منتظمة اللي انا حباها، وخاصة فساتين الاطفال والفساتين السواريهات. تمام. في ايه دواسات تاني عندنا؟ دواسات الجلد والجرسيهات والحاجات دي. الدواس ده بيبقى بلاستيك، في طبقة من تحت علشان خاطر يجري على القماش معايا، وخاصة الجرسيهات والحاجات اللي فيها لكرة وبتمط دي، كمان الحاجات اللي فيها جلد او فيها حاجات طبقة مشمع. في قماشات كتيرة بتبقى زي كده، بيبقى صعب ان احنا نشتغلها على المكنة والمكنة مش بتمشي معانا، فلازم نغير الدواس. دي نوع من انواع دواسات الجلد والجرسيهات والحاجات اللي فيها مشمع. دي كده انواع الدواسات تقريبا اللي هي ماشية متداولة معانا في الخياطة بتاعتنا. اتمنى تكون الحلقة النهاردة بسيطة وسهلة. في طبعا انواع كتيرة من الدواسات، في حاجات لها مسطرة، في حاجات لها دواسة، في حاجات لها جنب يمسك معايا القماش او يديني مسافات متساوية. الدواسات كتيرة، ولكن انا اتكلمت النهاردة عن اقرب حاجة للدواسات العملية في الشغل بتاعنا في الخياطة معانا. اتمنى تكون الحلقة سهلة، وده شرح بسيط عن انواع الدواسات. واتمنى كمان اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل، علشان عندنا مجموعة كبيرة من شرح الحاجات وادوات الخياطة والحاجات اللي هي هتساعدنا باذن الله نبتدي نتعلم ازاي الخياطة دي والدواسات دي ايه وكل حاجة في المكنة دي ايه. ابتدينا بمسمار المكنة او مشبك او السوستة بتاعت المكنة، تاني حلقة النهاردة بالدواسات، وان شاء الله هتتابعيني وهتلاقي حاجات كتيرة لشرح المكن المنزلي والاوفر والمكنة اللي احنا بنعمل بيها الزراير الحشو، حاجات كتيرة هنشرحها باذن الله. وتابعيني وهتلاقي حاجات حلوة باذن الله في القناة هتعلمك. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وشكرا لكل حد انتسب للقناة وشجعني ان انا اتواصل اكتر واكتر معاكم. من فضلك اكتبي لي بتتابعيني من انهي بلد، علشان خاطر اخلي بالي من اللهجة، عشان خاطر في ناس كتيرة بتسألني عن بعض المفردات اللي انا باللهجة المصرية او باللغة المصرية هم مش عارفينها. من فضلك اكتبي لي من اي بلد عشان ابقى عارفة المعنى بتاع الكلمة مثلا في اي بلد معناها ايه. هسهل عليكي وتسهلي عليا التواصل بإذن الله. شكرا لحضراتكم، ولايك وشير من فضلك. شكرا يا حلوين، ومنتظراكم. يلا.